انا خبر بتاعي جاي من الولايات المتحده الامريكيه، انت على طول ومن دولي كده انا دايما من امريكا، خلي بالك على طول قاعد في تيرمينال فري. يا اما انزل يعني، بس بقى. انا اخباري ما بحبش اجيب اخبار من هنا، هو الناس بتاع اخبار هنا كلنا قوي. عارفينها. هو على فكره انا انت عندك امريكا وانا عندي فرنسا، انت عندك ايه؟ انا عندي جو جينكنز. ايه ده اسمها كده؟ جون جينكنز هو يعني؟ هو المدون ده اسمه كده، اسمه ايه؟ جو جينكنز. انت عندك كام جينكنز بقى جنبك دلوقتي؟ عشان جينكنز عشان انا يا رب اكون. طب يعني احنا كلنا دوليين النهارده. طب يعني اتفضل. انا خبري جاي من ولايه الينوي، يعني دي ولايه يعني من اللي هم مشهورين جدا زي تكساس ايه وكانساس ده وبتاع. مشهوره؟ حاسه اول مره لا اعرف لا لا، منهم. مشهورين مشهورين، اوكي. ما هي دول في النورث ويست اللي هم ييها اللي هم كده، دول عارفاهم اللي بيصوا ايه كده والجزمه عامله كده، دول كاوبويز. كاوبويز. هم دول واحده منهم يعني. ماشي. ففي واحده ست عندها 71 سنه ولسه واخده شهاده التخرج بتاعتها، ولا اصلها ما اتاخرتش في البريد بقى والهري ده والمش عارف ايه. هي سنه 51 ابتدت الدراسه في الاقتصاد المنزلي، اللي هو ايه انا ما عنديش فكره، بس ده كان موجود 51. بعد ما كانت خلاص قربت خلاص بعد 3 سنين ونص كده، وقعت في حب واحد واتجوزته، وقررت تسيب الدراسه، ويعني قررت تسيب الدراسه واتجوزته سنه ايه 55. حلو قوي. مثلا اتجوزته بقى وجابت منه ايه، ثانيه واحده بس عشان الموضوع ملعبك في العيال، جابت منه طفل، 3 اطفال. حلو. تمام. الراجل مات. ماشي. اتجوزت واحد تاني جابت منه 6 اطفال. الله ما اكبر. شاء الله. بينهم 9 يعني توأمين. 9. ماشي. عندها دلوقتي 17 حفيد و24 حفيد، دول عندهم 24 ابن مش عارف ايه. العيلة. ما شاء فبعد الله. فبعد كل ده ما حصل قررت تكمل تعليمها. قررت بقى تكمل تعليمها. لا والله العظيم هي بعد اصلا ده الواحده ماشيه بعيل مجننها. ده هي عندها 91 سنه. يعني انت فاهمه انت ولا بعد ما اتفرغت بقى كل كل اصلا ثانيه واحده بعد ما اتفرغت. لا هي بعد لسه ما فضيت. لسه كليه التدبير المنزلي دي ولا الاقتصاد المنزلي دي لسه شغاله؟ انا عارف ايه. ولاقولها مثلا ورقها القديم فعشان تكمل بيه. يعني بالظبط. يعني ايه اقتصاد منزلي؟ هو في منزل بيعرف يقتصد؟ ايوه في. هي كان في ماده زمان اسمها اقتصاد منزلي او تدبير منزلي، كانت ماده في المدارس. خش انت بقى على فرنسا بس. ادخلنا على فرنسا. اوديكوا فرنسا. طيب طيب حصل ايه بقى في فرنسا يا جدعان؟ في شركه فرنسويه طردت موظف من عندها، وما قالتش طبعا، ما قالوش اسمه ايه، هم سموه تي. يعني الكلام ده حصل في سنه 2015. طردوه ليه؟ بحجه ان هو صعب التعامل معاه، وان هو مستمع ضعيف، وان هو ممل، وطريقته في الكلام مش حلوه. فالشركه قالت ايه؟ ان هو الشخص اللي سموه تي ده يعني اسم حركي، حتى كمان ما بيعملش التيم بيلدينجز مع صحابه، ما بيخرجش معاهم، ما يعني مش موظف لطيف يعني. اللبن الصبح وكل اصحابه ضحكوا عليه. مش مرن. تمام. فتم طرده وقالوا ان هو ايه لعدم الكفاءه، وما ادلوش اي اسباب، بس هو اتطرد من العمل ليه يا جماعه؟ عشان هو مش موظف مرح. فده شيء غير قانوني. فراح اشتكى وعمل شكوى وعمل قضيه، وعمل قضيه ضد الشركه دي. وفعلا الحكومه او المحكمه الفرنسيه حكمت لصالح الموظف المفصول ده، وقالت ان فعلا ما كانش ليهم الحق ان هم يطردوه علشان هو ما بيعملش فعاليات مع زمايله، فصرفت له تعويض قدره $3000. ودلوقتي هو الموظف عمل كمان قضيه تانية عشان يغير التعويض بتعويض اضافي، عايز هو تعويض $473,000 من صاحب العمل علشان هو طرده من شغلته لسبب زي ما هو شايفه ان هو سبب لا يستحق. دمه مش خفيف يعني. فانت بس عامه ده سبب كويس. لا هو مش عشان كويس. خلي بالك هو يعيش مع صحابه بيقولوا عليه ممل، يعني انت متخيله حد لطخ يعني، حد شاطر في شغله
بس عشان هو مش بيهزر مع الناس اللي حواليه، لا هو كل واحد حر في شخصيته معاهم. يعني مش بيخرج معاهم. لا اصل انت بتتكلمي على شركه، انت مش بتتكلمي على ميديا او حاجه كده، شركه يعني هم ده انت بتعمل هو مش عايز من حد غير شغل الشغل المطلوب منك، مش مطلوب منك ان انت تيجي اراجوز الشغل. هو الموضوع انت كفاءه تمام، لكن مش مطلوب منك انت تبقى اراجوز ولا مش ممل ولا مش بتاعتهم على حسب خالص. الشغل برضه خلي بالك، ما بقول لو انت أيوة. بره الميديا اطار الميديا انت بتشتغل في شركه. لو مش حافظ قفشات افلامي يبقى ده المدير. يعني هو اهم يا حاجه يا بابا دي بتقيسها بمنظور العالم الثاني. ايوه الله، كل واحد حر بقى. هي في منظورها قفشات افلام. انا لازم اللي يبقى قاعد جنب في تختتي في مكتبي في اي حاجه يبقى دمه خفيف. هي مش قصدها ترمي الافيه بتاع تختتي، هو جه كده. اتفضلي اتفضلي. الخبر بقى اللي معايا عن مدون مشهور جدا اسمه جو جينكنز. هو شخصيه مشهوره قوي ان هو بيعزف بيانو، بس هو بيعزف البيانو مش بطريقه عاديه، مش زي ما بتدخل اوتيل او تدخل كافيه تلاقي الراجل اللي لا هو ابدا يعني ما يبقاش تقليدي ابدا. هو دايما مشهور بفيديوهاته اللي هو بيحب يعزف في اماكن غريبه. يعني هو مثلا مره فاجئ الناس ان هو عزف على متن منطاد. عزف زي منطاد كده كبير وعزف في البيانو والمنطاد بيطير، حاجه غريبه. وناس كتير قوي سمعته طبعا وهو في المنطاد. ما هو بيعمل فيديوهات. اخر فيديو تخيلوا عزف فين، يعني كل واحد كده عزف في السماء، يعزف في الميه بقى، يعني واحده فوق واحده تحت. برافو عليك يا سهى، يعني جابت من الاخر. هو فعلا نزل لبس بدله الغطس ده حقيقي وجاب والله وهو ما بيتعزفش تحت الميه ونزل بالبيانو. لا بيانو ازاي؟ طب جاب كهربا منين؟ ده بيانو يعني يا جماعه كهربا. والله انت اللي عايزه كهربا دلوقتي. لا ثانيه واحده، اصل هو انا الاول افتكرته فعلا بيانو. لا ما انا الاول من الاول كنت فاكره ان هو بيانو قبل ما تقول ان هو طلع بيه بمنطاد فوق. بس اي منطاد ده اللي شال بيانو اللي هو الخشب الكبير ده؟ لا جاب واحد ميني بيانو. بيانو بيانو عادي يعني مش لازم يكون الكبير. جاب واحد ميني في عادي اللي هو في. المهم يا جماعه اسئلتكم ممله قوي والله، كرهتوني في فقره الاخبار. ممكن تسمعوا وتنبهروا بس. اوكي ايوه. ايه ده؟ نزل تحت الميه عزف اغنيه طبعا كل الاطفال بيحبوها اللي هي اسمها Under the Sea، وعزفها تحت الميه. وطبعا وجات له بقى ده ليتل ميرميد لما عزفها. عمل دي بتاعت ليتل ميرميد. عمل ايه؟ ده ليتل ميرميد Under the Sea. والله يا إيهاب طلعت فاصل يجيب من نافوخك. لا غريبه يعني هم عزفوا تحت الميه. تقريبا هي Under the Sea هي دي اللي انت بتقول. انا بصراحه عشان مش متابعه. ما دي بتاعت ده ليتل ميرميد. ما هي دي بقى. ايوه هي دي. برافو عليك اللي عزفها. والله العظيم ايهاب دايما متطور عننا اقسم بالله. عارف الحاجات كمان اللي هي ما بتجيش في دماغ حد دي. الحمد لله. فبصراحه هو عمل جو جينكنز عمل حاجه لذيذه. وعبى كام جينكن وهو تحت. معلش معلش كملي استاذ ميه بقى جناكن. كملي كملي. احنا طبعا مستنيين بعد كده فيديوهات هيبهرنا ازاي، هيعزف فين بعد كده. الواحد اصلا ما بيعرفش ولا ياكل ولا يشرب الا وقعد على كرسي وقعد تحت مع الراقدون تحت التراب بعد كده هيذيع تحت الميه يعني.